يارا خامس شوط حلو قوي. تعاقدنا برضو مع بعض على السنة دي، يعني نزلناها بالتراك في خلال أسبوع 10 أيام، هيكون مفاجأة للناس. وهي ماشية بقى بالاتجاه بتاعي، إن أنا بحاول أقفل حتة إن هي مضطربة مصنفة شعبي، إن هي خامس صوتها تشتغل أي حاجة. وبقول يعني إن شاء الله بالبلان اللي إحنا هنعمله، إن أنا بقول لك استنوا يارا دي في ليفل تاني خالص في خلال ال3 شهور أو ال6 شهور اللي جايين. نفس القصة برضو متعاقدين مع يسرا. يسرا هتبقى مفاجأة للناس، عاملين لها ميني ألبوم. هتكون هي مطربة أساسا وسافرت مصر ورجعت، عندها الحماس إن هي تعمل حاجة. فإحنا مختارين 5 6 أغاني انا متوقع هيكونوا يعني مفاجأة، اولهم اغنية اسمها استاد القاهرة، الناس هتتفاجئ بيها. واستنونا ان شاء الله بكل جديد نقدر نعمله. نفس القصة معايا سينجلز لهيثم شاكر، لمي سليم، محمد يحيى الملحن، احمد ابراهيم الموزع، ماديان ومحمد جمعة، محمد عباس، ادوارد والجيبسي، بنعمل لهم تراك برضو. دياب، يعني هتلاقي الفتره الجايه انتعاشه كده للنجوم برضو، سينجلز كتير كده. سميره سعيد ان شاء الله، يعني كذا حاجه شغاله عليها كده الفتره الجايه. لا مفيش، هو العقد بتاعنا خلص، العقد كان مشروط بعدد اغاني، خلصنا الاغاني سلمتها، وبعد ما سلمتها ونفذت كل حاجه يعني العقد خلص وخدت الفلوس بتاع، يعني ما فيش اي سبب غير ان البيزنس اللي احنا اشتغلنا عليه خلص. يعني كان مربوط بعدد اغاني، انا شاطر بس خلصتها بسرعه شويه، شهرين وشويه. والحمد لله يعني كل اختياراتي انا شايف انها الحمد لله الحمد لله، مع ان في حاجات منهم كنت معترض عليها، بس هي اصراري ونجحت اهو. انتوا شايفين حته تانية كانت روبي، تقول لي اغنيه حلوه بس يعني انا مش شايفاها هي دي اللي، قلت لا دي اللي هترجع روبي تاني. والحمد لله رهنت اهي، اغنيه تقريبا 110 مليون دلوقتي، ولسه هتوصل 150 ان شاء الله. هي مش منطقي. طب يعني لو في اشاعات، طب ده بالعكس احنا نقرب بقى نشتغل اكتر. مش لا طبعا مفيش حاجه اسمها زي كده خالص، لا روبي نجمه ومحترمه وكل حاجه. لا لا مفيش اي حاجه غير ان الميشن اللي كانت ما بيننا خلصت، وان انا هدفي كله ان انا كنت اقول لهم يا جماعه ينفع اي نجم لما نشتغل هينجح، بدليل ان روبي اشتغلت ونجحت وعدت بقى اغاني المهرجانات وعدت كل الكلام ده. اذا النجم لما يبقى معاه حد الى حد ما بيفهم كويس، بيعرف يشتغل عليه كويس، هينجح هينجح. خلينا نتفق ان روبي نجمه وليها حضور طاغي، بس هي مؤديه اكتر من هي مطربه. فهي ممكن ساعات عشان الاغاني جديده ما اتدربتش عليها كتير فممكن يحصل كده، بس بالعكس احنا لما اشتغلنا مع بعض عملنا الحفله ما كانش فيها المشاكل دي. ممكن يمكن في اليوم ده كان مرهقه يعني، وارد.